من كتاب الرياضيات لأولى آداب السنة الأولى من التعليم الثانوي، جزء مشترك آداب. نختار الصفحة رقم 10. الصفحة رقم 10 وننجز هذا الاستبيان. إذن ناقص 2 4 ناقص 7 ناقص 2 4 ناقص 7 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 3 ناقص 4 زائد 5 ناقص 6 زائد 5 ناقص 6 الآن ماذا فعلت في السطر الأول؟ نقل السؤال. 4 ناقص 7 3 ناقص 4 على حالها، ناقص في الناقص زائد، زائد في الناقص، ناقص 2 ناقص 3 مع الخمسة، 1 و6، 1 ناقص 6 ناقص 5. أول إجابة هي ناقص 5. السؤال الثاني، نقل السؤال. هل نقلت السؤال بطريقة صحيحة؟ 1 ناقص 2 زائد 3 ناقص 4 ناقص 5 ناقص 6 ناقص 7. أقواس صغيرة وأقواس كبيرة، أقواس صغيرة وعارضتين زائد 8. نقلت السؤال بطريقة صحيحة. ماذا فعلت؟ نقل السؤال السطر الأول. السطر الثاني، 2 زائد 3 4 ناقص 5 ناقص 6 ناقص 7 ناقص 13، الناقص في الناقص زائد، ثم ناقص. إذن السطر هذا حسبت هذا وحسبت هذا. إذن الآن أنا في السطر هذا، ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ نزأت الأقواس الصغيرة، تركت الأقواس الكبيرة، ثم ناقص قبل القوس، تعكس ما داخل القوس، الخمسة والواحد ستة، والناقص ناقص 13 زائد. الآن 13 ناقص 6 7 والتسعة 16. 16 هي أحد الاقتراحات. إذن 16 هي أحد الاقتراحات. 16 الجواب رقم 3. نأتي الآن إلى هذا العدد، نصف ثلث خمس، نصف ثلث خمس. نضرب الطرفين في 30. 30 تقسيم 2 15 في 1، 30 تقسيم 3 10 في 1، 30 تقسيم 5 6 في 1. هذه سميناها طريقة إدريس، التخلص من الكسور. نضرب الطرفين في المضاعف المشترك لـ 2 و 3 و 5. هل هناك طرق أخرى؟ نعم هناك طرق أخرى، أنا يا أختمت بهذه الطريقة. 25 31 معناها سي وش تساوي؟ 31 على 30، 31 على 30، 31 على 30 هي أحد الاقتراحات. بالنسبة لهذا العدد كذلك أطبق عليه التخلص من الكسور، هناك كسر في البسط وكسر في المقام. نضرب في 3 وأوزع، وأضرب في 3 وأوزع. أضرب في 3 فتصبح 3 ناقص 1 2، أضرب في 3 فتصبح 3 زائد 1 4، 2 على 4 معناها 1 على 2، 1 على 2 هو أحد الاقتراحات. لاحظ سرعة العملية، أنني أستطيع حتى الحساب ذهنيا. كيف تم ذلك؟ كما يلي. إذن نضرب الطرفين هنا، نقل السؤال، نضرب في 3 البسط والمقام، 3 في 1، 3 في هذا، نختصر 3 مع 3، 3 في 1 هو هذا، و 3 هنا تبقى 1، 3 ناقص 1، 3 زائد 1، 1 على 2. بالنسبة لهذا نضرب في ناقص لتكون زائد زائد زائد، ثم نضرب في المقام المشترك 3 4 6 هو 12.
نضرب الطرفين في ناقص 12، ناقص 12 من هنا وناقص 12 من هنا، ونوزع ناقص 12 في هذا العدد وناقص 12 في هذا العدد وناقص 12 في هذا العدد. إذا ناقص 12 في هذا العدد ناقص 12، الناقص في الناقص زائد 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 12 على 3 4 في الواحد، 12 على 4 3 في الثلاثة، 12 على 6 2 في الخمسة. نحسب المقدار هذا 19 20 23، 23 على ناقص 12، 23 على ناقص 12. إذا هذه أحد الأجوبة، ناقص 23 على 12 كانت أحد الأجوبة، كانت أحد الأجوبة. بالنسبة إلى هذا عندي 1 2 3 4، واحد اثنين ثلاثة أربعة معناها 10 أس 4، 10 أس 4 هي هذه. وهنا كم عندي؟ 1 2 3 4 5، معناتها 10 قوة ناقص 5، هذا الجذر 16 4، وهذا الجذر 5 أس 2، الاثنين مع الجذر تبقى 5. وبالنسبة لهذه تبقى كما هي، هذه إجابة خاطئة لا أستطيع، كما هي تبقى كما هي، إذا أضيف إجابة هنا تبقى كما هي على حالها، إذا نفسها إذا نزيد إجابة نفسها نفسها. نفسه، إذا الإجابة الصحيحة تبقى نفسها لا تتغير. بالنسبة لهذايا جذر 0.09، هذايا الأول كملناها، إذا هذه خليتها هي نفسها 0.09 هو 9 على 100 تحت الجذر، جذر البسط، جذر المقام 3 على 10 0.3، إذا هذا يا 0.3 كان إجابة هنا 0.3. بالنسبة إلى هذه نستطيع شفويا، هذه 5 في جذر 2 وهذه 1 في جذر 2، يخرج جذر 2 تبقى 5 زائد 1 معناتها 6 جذر 2، 6 جذر 2 هي أحد الإجابات. وهذه إذا هذه يا إذا هذه هي هذه 5 جذر 2 جذر 2، 5 في جذر 2 1 في جذر 2، نخرج 5 جذر 2 عن المشترك 5 زائد 1 6 جذر 2. بالنسبة للأخيرة هي هذه، ماذا نفعل؟ إذا نص السؤال هو جذر 9 على 2، جذر 9 على 2، جذر البسط، جذر المقام، جذر البسط هو 3 والمقام كما هو، ثم نضرب البسط والمقام في جذر 2، تنطيق عدد هذا أجعله عدد ناطق، هذا يسموه كسر مقامه أصم، أجعله كسر مقامه عدد ناطق، نضرب البسط والمقام في نفس العدد الذي هو جذر 2، جذر 2 في جذر 2 3 جذر 2، إذا 3 جذر 2 على 2 كانت أحد الإجابات، 3 جذر 2 على 2 كانت أحد الإجابات. هذه الورقة ستجدها أسفل هذا الفيديو. انتهت تمارين الصفحة 10 وانتهى الفيديو.